سانتورو ولدينا فاليرو كولاروزي. هذا هو السيد فابيو ليفراري اللي عرفه يمكن تعرفون انه اول لاعب اسمر يلعب في صفوف المنتخب الايطالي. وكان ياتي اليوم احد ربما الاسماء هنا لدينا لياو. يا الله على بدايه بالنسبه للميلان، اولا عن طريق رافائيل لياو وبعد ذلك ليتشي. هنا تاتي الانطلاقه الان الخطيره لياو ايضا لياو الى خارج ارضيه الملعب. لا تكثر عمل اخطر من مهاجمي ليتشي والاسماء القريبه اكثر منه على مستوى المرمى. لدينا فيليبو فالكاو، اندريا بيليا بدا يكون اساسي في الجولات الاخيره. لدينا كره عرضيه لكنها لدينا الكرة التي تلعب داخل منطقة الجزاء. تشالهانوغلو تأتي تسديد جهة اليسرى، باباكار يحاول مر عدى سقط. وين سقط؟ وين سقط؟ برا ولا داخل؟ هو قرار حكم مكان الكرة. موسوكيو يسدد لكنها تدف. انت عن ما شاء الله 7 سنوات اخر مرة تواجد فيها الفريق. نانديز الفرنسي يتقدم بصورة ممتازة، يلعب العرضية لكنه الوسط المدافع يتحرك بصورة ممتازة ممتازة للغاية. في شيء على مين؟ عليك انت يا فابيو لوتشيني. لكن احد المرتدات تضرب كل هذا الكبل. هنا لدينا تسديدة من بشكل افضل، لكن هذا هو فيها البرازيلي او البرتغالي. كرة عرضية لحقيقي اول اهداف الميلان. تشالهانوغلو خطيرة. الله على تسديدة. كنت اتحدث بأن هذا الرجل يجيد التسديد وفاء. كرة تنفذ عالية تلعب رأسية خطيرة للغاية من لوكاس باكيتا لكنها بعد ذلك لهذا الحكم. 2 في سان سيرو و2. الله في الجهة اليسرى خطيرة. تيو هرنانديز عرضية ولياو يضيع ربما ثاني الاهداف بالنسبة للميلان. هنا في ما تدري هنا لدينا كرة اخرى. الجفا ما ينفع لكن المساندة مع غيروا لنا مدرب عندهم رغبة فخلينا شوي نحضر. تصل من باكيتا، وصلت تيو. خذوا هات لا زالت. الله على الفرنسي الذي يقدم مباراة ممتازة. ولدينا كرة لشاهدنا ربما اهداف اكثر. لدينا الكرة العالية رأسية باباكار بالاسماء. نعم موجودة كرة تلعب على القائم الثاني عالية. وصل الان باكيتا مع سوسو. وصلت يعدلها على يسارة خطرة والكرة كانت غاية في الخطورة. مرت الى خارج ارضية الملعب. تسديدتي هذا الاسكتو عشان هانوغلو شلي ناوي عليه اليوم التركي. مشت عدت والله اعلم. ثالث ركنية كرة تلعب عالية وجابري قبل يعني بيولي كذلك ما ادري. هذا كونتي يحاول يرتكب خطأ. الكرة تعود الى ممكن ان يفعل ذلك في الحالة الذهنية. هنا لدينا فرانكيسي كرة الخطيرة مع الياس زاوية. كرة تلعب على القائم الاول خطيرة والكرة لا زالت خطورتها موجودة. لكن اللاعب الاكثر نشاطا خطورة اللاعب الممتاز والركنيات كرة تلعب على دون روما فوق الكل. مسافة في ارضية الملعب الكرة العالية. نعم يعني ما في يوم قال لك 1-0 انا اكتفي بذلك. في اي لحظة يأتي هدف. هنا تكمن الخطورة الان. فيليبو فاكاو يحاول يسدد والكرة وصلت الى حارس المرمى دون روما. وصلنا اخطر لاعبي ليتشي يلعب الكرة العرضية خطيرة للغاية بالنسبة لليتشي. عملية لعب الكرة على الطائر بالنسبة لفيليبو عند الكرة. البرازيلي ينقلها تصل الى هاكان تتحول في الجهة اليسرى. خطأ موجود بطاقة صفراء لا شك بانها ستظهر من خلال اللقطة للعمق لكن عاد مرة اخرى الى الخارج. كرة امامية
خروج دوري كان يستغل كل هذا الأداء. هذا لياو الذي يحاول البرتغالي يلعب الكرة كرة أمامية، هنا محاولة مرور تسديدة قوية. ولا بعد اللي كان في سيدور، اللي كان في كافو، كانت كل تلك الأسماء موجودة. يأتي لنا عن طريق باكيتا، باكيتا لوكاس ممكن أن يسدد، يسدد كرة بعد اليسرى، وصلت خطيرة باليضاع، لكن هنا لدينا المطالبة بركلة الجزاء فيها فار. وبليا بيني وبينك عظيم، ممتازة اليوم، هدف ثاني لمصلحة الميلان، لكن يرفع بصفر ولا لا، لكن الأمور تمشي. وهنا لدينا اليوم، خلاص خلاص رافائيل لياو يجحد، يلاقي تلاقي تشالهانوغلو يريد أن يسجل الثاني، يسدد بقوة، لكن شوف الرقبة اليوم، في رقبة، لكن رافائيل لياو في مهاجم، يعني شوف هذه الكرة السهلة، حاول يمر التسديد، لا زالت لديه، الله على كرة، يتدخل كونتي، مرتدة ميلانية، يطالبون بركلة جزاء لمصلحة ريتشي، لكن هذه خطيرة ولا؟ وصار ربما فابريسيو باساغا، نعم نعم نعم، هنا باباكور، دوناروما، جول يأتي لمصلحة ريتشي، تصدى نعم دوناروما، لكن عملية المتابعة من خلال الكرة الماضية تدخل، نعم لدينا ليتشي عمره 24 سنة، لدينا كرة خطيرة لمصلحة الميلان، لدينا محاولة كرة عالية على القائم الثاني خطيرة، ليتشي ماذا ناوي ليتشي، لكن هذا مانكوسو، دقيقة متبقية على أحداث المباراة، هنا لدينا الله، كرة نزلت في أرضية الملعب، اصطدت بالعارضة، تحولت وصلت لمصلحة كار، يقلب الجيتي اليسرى، كالدريوني خطيرة لمصلحة الميلان، كاد أن يكون هدفا غريب، الله هنا لدينا في الجيتي اليمنى كولينيتش، العرضية منها كان القائم الثاني، كاد يريد تشالهانوغلو أو العالية، يبحثون عن رأس بيونتك، وصلت الآن تهيئة موجودة، الله على كرة خطيرة للغاية منها كان تشالهانوغلو، كاد أن يأتي اليمنى، هذا سوسو يلعب الكرة العالية، رأسية موجودة، هذا فارياس، هذا ممتاز منذ دخول البرازيلي، عرضية موجودة وإبعاد سنيمين، تيو هرنانديز يسدد كرة أرضية وصلت إلى حارس المرمى جابرييل، يعني نفس بأن الله، الله 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 الله، خيال ما فعلها كان، خيال ما فعلها كان، هكان 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 ينقذ الميلان، هكان ينقذ الملعب في مسط الملعب، نعم لمصلحة ليتشي خطيرة، الله تحمله هذه المباراة بهدف من مسافة بعيدة، لقى المساحة، نعم، وبعد ذلك صوب كرة في الزاوية.